أهلا وسهلا بكم في وثائقي جديد من سلسلة وثائقيات نوافذ برية. يعتبر طائرنا لهذا اليوم من أجمل الطيور الضخمة المهاجرة وأكثرها ندرة وأقلها انتشارا في الطبيعة، حيث يعتبر اللقاء به مناسبة للاحتفاء من قبل مصورين ومراقبين الطيور. اللقلق الأسود طائر مهاجر ضخم جميل جدا ملفت لكل من يراه. في هذا الوثائقي سنتحدث عن كل ما يتعلق بهذا الطائر، للتعرف عليه أكثر ابقوا معي. اللقلق الأسود طائر مهاجر أقل شيوعاً من اللقلق الأبيض، ويصنف ضمن قائمة اللقالق في دليل طيور الشرق الأوسط. على غرار اللقلق الأبيض، فإن اللقلق الأسود طائر كبير الحجم ذو هيكل متين، يصل وزنه إلى 3 كيلوغرام ويصل طوله إلى 1 متر، أما مد جناحيه فيصل إلى 1.5 متر. اكتسب اسمه من اللون الأسود الذي يغلب على ريش جسمه، ويتخلى اللون الأسود مزيج من اللون الأخضر والأرجواني والأبيض، وله منقار أحمر طويل وحاد كالخنجر يساعده في صيد والتهام فرائسه. اللقلق الأسود طائر مهاجر على نطاق واسع، وتقتصر إقامته على مدار العام على جنوب أفريقيا وإسبانيا. في الوطن العربي يمر خلال موسمي الهجرة الخريفية والربيعية، ويظهر على شكل أفراد أو مجموعات صغيرة، على عكس طائر اللقلق الأبيض الذي يتواجد على شكل مجموعات ضخمة. ويتواجد اللقلق الأسود كزائر شتوي في كل من مصر والسودان وجيبوتي والصومال. عالميا يتواجد في فصل الصيف في شمال وشرق أوروبا وروسيا، وتمتد مناطق تواجده إلى شرق الصين. وبعد موسم التكاثر يهاجر خلال الهجرة الخريفية إلى الجنوب، حيث يقيم في أجزاء شاسعة من أفريقيا وشبه القارة الهندية وجنوب الصين. يتركز تواجد اللقلق الأسود في الموائل المائية، حيث يعيش في المناطق الرطبة والمستنقعات ومناطق تجمع المياه الموسمية. يتغذى اللقلق الأسود على الفقاريات الصغيرة والكائنات المائية كالأسماك والبرمائيات، كما يتغذى على الديدان وما يتوفر في أماكن تواجده من قوارض وزواحف. يميل اللقلق الأسود إلى الصيد بمفرده، وقد يقوم بذلك على شكل مجموعات عند وفرة الطعام. Thank you.
يتكاثر اللقلق الأسود في المناطق الشجرية الهادئة القريبة من مصادر المياه، حيث يضع عشه على الأشجار العالية وعلى حواف الأنهر والمستنقعات، كما يضعه على المنحدرات الجبلية، ويتكون عشه من العصي والطين، وعادة ما يعيد استخدامه في أكثر من موسم. سنويا في أواخر نيسان إبريل أو في شهر أيار مايو، تضع الإناث ما بين 3 إلى 5 بيضات، وتستمر فترة حضانة البيض من 32 إلى 38 يوما. كما تحتاج الفراخ عدة أسابيع حتى تغادر العش، ويتعاون الذكر والأنثى في جميع مراحل التزاوج من بناء العش وحضانة البيض ورعاية الصغار. على الرغم من أن اللقلق الأسود غير مهدد بالانقراض حسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة IUCN، إلا أن أعداده في تناقص، ويرجع ذلك إلى إزالة الغابات وتدمير الموائل، ويضاف إلى ذلك استهدافه من قبل الصيادين العابثين، حيث يتم اصطياده للتسلية أثناء موسم الهجرة، كما يتم رصد أعداد كبيرة من حالات الاصطدام بخطوط الكهرباء. إلى هنا نصل إلى ختام هذا الوثائقي من سلسلة وثائقيات نوافذ برية، والذي تحدثنا فيه عن طائر اللقلق الأسود المهاجر. أتمنى أن يكون المحتوى قد نال إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في وثائق جديد. مع تحياتي عماد دواس.